وصلنا بكم مشاهدينا الكرام لفقرة تميز، وتميزنا اليوم مع بنيات فاقن المستوى الدراسي واجتهدن ان هن يكملن المنهج هن فيه وخاشوا في المنهج الثاني. حنعرف معانا وحنحكوا بداية اول حاجة شنو اسمك؟ اسمي رغد علي الفادي. اسمها صبري الفادي. اول حاجة موفقات، وقالوا لي انكم كملتوا المنهج الدراسي في السنة الاولى اعدادي ولا؟ تمام، شو الشيء اللي درتوه تو؟ نحن يعني حاولنا نكملوا منهج اولى اعدادي ونجحنا في كملناه. الدراسة ما زال ما كملتي؟ كملت منهج كملتي؟ كملت. في حد ساعدك قراك ولا بروح؟ لا لا، لو في حاجة ما نفهمهاش نجي الأبلة وتجي تشرح. شنو الشيء اللي خلاك تكملي حتى أنت منهج أولى إعدادي وأنت ما زلت الدراسة ما زال مكملة؟ عادي بس حكي عشان كتفوق بس يعني. في حد تحوش مثلا حث قال لك كملي قريتك ولا أنت بروح؟ لا عادي يعني في تشجيع من بابا وماما. من أكثر؟ ماما كادي. هي معك حوش 24 ساعة. بقول لي تو أنت هنا في المدرسة مثلا، تو الحصة في الأيام الجاية تدي فهم الدرس صح؟ هل تدي مثلا تناقش مع المدرس أو تدي تخلي فرصة لغيرك؟ لو هي تسألني يعني جاوب، ولو تسأل غيري نسكت يعني. تو وين وصلت أنت في المنهج الدراسة اللي في الحوش؟ مكملت منهج أولى إعدادي، سوى بديت نحل في تاني إعدادي. منهج منين لقيتيه بتاع تاني إعدادي؟ من المدرسة العطودية كتاب. والحلو إن الواحد شنو يكون عنده إصرار إن هو يوصل للمكان اللي يبيه. تو أنت مثلا في الأيام الجاية كيف حترسمي في الصيف بعد ما تنتهي السنة الدراسية حاليا، كيف حتديري في المدرسة؟ كده يعني في معاهد هنخش المرات حنبدا يعني حتى نطور من نفسي بروحي، نخش كورسات وحاجات هيك. الانجليزيه شنو جوها معك؟ لا تمام كم شايف روحك؟ كم من عشرة يعني؟ كم من عشرة؟ ممكن تسعة. كيف ما شاء الله شطرات يعني. كم شايف فسخ وفسخ البنات شوي؟ ربي يحفظكم وموفقات. وحلو ان الواحد فينا يتميز. هو شوفوا حلو ان الواحد يتميز عن الشخص الاخر، والحلو فينا ان نحن ناخذه وتكون في حافز، لان ما شاء الله علينا اليوم تميز ان هن اجتهد في الدراسه وكمل المنهج بسرعه وخش في المنهج الثاني. فيا ريت كلنا نجيكم زياره ثانيه نلقى في ناس متميزه اخرى في اكثر من شيء. قبل ما نختم معك الفقرة، تميزك هذا في الدراسة في الحوش متميزات يعني تساعدنا في الحوش أمكن ولا؟ نعم نساعد. دياد نعم. أمك تحق فيك؟ نعم يعني نساعد فيها مش واجد. تساعد فيها أكثر في الضم ولا بالوكال؟ لا في الضم. الضم ضمي معاها وانت تضمي معاها؟ نعم ضم. تغسلي في الدبات؟ لا. تحوسي في دارك؟ نعم. تضمي في دارك؟ يعني اسمعي كلنا نحوز بديارنا نكذبوش علي بعضنا. ربي يحفظكم ان شاء الله موفقين. وبكم مشاهدينا الكرام اكيد نحييهن اليوم نياتنا على تميزهم اليوم في الدراسه وفي العلم. موفقات النيات وان شاء الله بالنجاح الكرام كلهم. تسلم يلا تعالي كلها.